تقلا فرهاد أحمد، تحكي لنا عن الوضع بشمال شرق سوريا. تفضل فرهاد. شكرا كثير. عمليا انحكت كثير نقاط هي ساريه المفعول لشمال شرق سوريا. ايضا بحب بس اعطي لمحه عن الاجراءات اللي او البنيه التحتيه الموجوده على الاقل قبل ما نفوت بالاجراءات. بحسب احصائيات مختلفه في بكل شمال شرق سوريا، وهي المنطقه اللي حاليا ما زالت تحت سيطره الاداره الذاتيه، بحدود ال 28 27 28 منفسه. طبعا الارقام تختلف، بس الاختلافات هي اما منفسه زياده او ناقصه مو كثير. ب 27 غرفه عنايه يعني كمان عم نحكى عنها بكل شمال شرق سوريا، مع وجود حوالي 4 ملايين شخص بيعيشوا بهي المنطقه، سواء كان نازحين داخليين او من السكان الاصليين للمناطق اللي ما زالت تحت سيطرة الإدارة الذاتية. بطبيعة الحال هاي المنافس، حتى لما بتنذكر الأرقام 28 أو 27، ما بيعني الأمر أنه كل هاي المنافس قابلة للتشغيل وقابلة للاستعمال. عندنا مثلا بالقامشلي بالمشفى الوطني هنيك، حسب المعلومات المتوفرة في 5 منافس، لكن 3 منهم موجودين بالقبو واثنين بيتم استعمالهم. الثلاثة الموجودين بالقبو هن معطلين، بيتم استخدامهم إذا في قطعة تعطلت من المنفستين الثانيات بيتم الرجوع لهم. هذا بيعني أنه حتى من الرقم الصغير الـ 28 أو 27 منفسة اللي بتنذكر دائما بالإحصائيات، ربما أقل من النصف هو بالفعل بالخدمة وممكن استخدامهم في حالات الطوارئ. إضافة إلى أنه في كثير مناطق موجود فيها مستشفيات ومستوصفات، لكن غير مجهزة وغير قابلة يعني قادرة على مساعدة الناس إذا تفشى الوباء فيها، سواء بدير الزور بمناطق مختلفة وصولا حتى إلى عمودة. في عنا بعمودة مثلا المشفى الوحيد الموجود في 20 سرير بدون أي منفسة موجودة أو بدون غرف عناية مشددة مجهزة بالتجهيزات اللي ممكن يتم الرجوع لها في حالة تفشي الوباء. الإجراءات الحالية اللي التدريبات اللي صارت حسب التقارير اللي طلعت، صار في تدريب جديد فقط للطبيبين على استخدام المنافس وإضاءة أو استعمال المنافس بغرف العناية المشددة. عدا عن ذلك، الإدارة الذاتية لجأت إلى تدابير وقائية أكثر مما هي تدابير صحية مباشرة، سواء تزويد المستشفيات أو تدريب العاملين بالقطاع الصحي. أعلن عن بـ 23/3 عن حظر تجول بالمنطقة على أن يستمر كفترة أولية إلى 6 نيسان، لكن المتوقع جدا تمديد هذا الحظر لفترة أخرى، ربما أسبوع أو 10 أيام، لحتى ممكن نوصل إلى نهاية شهر نيسان على الأقل، حتى تتضح الصورة بشكل أو أفضل، مع إغلاق المنافذ الحدودية خاصة معبر سيمالكا مع كردستان العراق اللي تم إغلاقه بشكل تقريبا كامل، عدا عن حالات حرجة فقط ممكن تدخل وتفوت، أو الجنائز لأهالي المنطقة اللي بيتوفوا خارج المنطقة في الخارج، سواء في أوروبا أو في كردستان العراق، بيتم إعادتهم إلى المنطقة للدفن. عدا عن ذلك المنافس هي مسكرة، وهذا طبعا بيأثر كمان على التجارة، على حركة الأشخاص وعلى الوضع المعيشي في المنطقة. حاليا الخطورة الموجودة أنه إلى أي مدى ممكن الناس تتحمل عملية الحجر الصحي الكاملة اللي عطلت طبعا كل الأعمال، ما حدا فيه يطلع يشتغل إلا العاملين بالقطاع الصحي. حتى المنظمات المحلية سكرت مراكزها ووقفت كل أعمالها. فالسؤال دائما رح يكون ينطرح بالأيام القادمة، إلى أي مدى الناس ممكن تلتزم ببيوتها وتمتنع عن الخروج للعمل لحتى تدبر الخبز اليومي. وهون ممكن كمان تجي نقطة أنه كيف فينا نساعد الناس المحليين، السكان المحليين على الأقل في إطار الإغاثة، لحتى يكونوا قادرين على تحمل تبعات الحجر الصحي اللي ممكن يمتد لفترة أطول، لأنه البنية التحتية في القطاع الصحي غير قادرة بالمطلق على مساعدة الناس إذا تفشى الوباء فيها. فكل شيء ممكن هو فقط
إجراءات وقائية إلى أقصى حد ممكن المنطقة تتحمل. طبعاً في قطاعات كتير حرجة موجودة بالمنطقة اللي منها مخيمات النازحين الداخليين. بشمال شرق في 11 مخيم مختلف بمناطق مختلفة من محافظات الرقة إلى الحسكة بأريافة وأيضاً قريب على المدن الرئيسية، مع أكثر من 100,000 نازح موزعين أيضاً بشكل مختلف على المخيمات والقطاعات المختلفة. إضافة إلى المخيمات الرسمية وغير الرسمية في بالحسكة نفسها بمدينة الحسكة، أكثر من 60 مركز إيواء هن مدارس تم استخدامهم كمراكز إيواء لنازحي منطقة رأس العين وريفها اللي ما تمكنوا لحد الآن بالسكن في المخيمات أو الخروج لأنه مادياً هم غير قادرين على استئجار بيوت مثلاً. هون كمان في اكتظاظ سكاني، في قلة بالإجراءات الصحية، وفي ضعف بالإمكانيات الموجودة اللي ممكن بالأصل تدفع الناس إنه تلتزم بالإجراءات بإجراءات الحماية والإجراءات الصحية اللي بيتم إعلانها دائماً بشكل متكرر. هون يعني إذا تفشل الوباء وصل حالة واحدة فقط إلى واحدة من هاي المخيمات فرح نكون أمام كارثة بشرية جداً كبيرة ومستحيل إيقافها بكل الجهود الموجودة بالمنطقة. في أيضاً بعض النقاط اللي بتصعب الوضع اللي هو بالأصل صعب بمنطقة شمال شرق، اللي منها عدم وجود أي أجهزة ممكن تساعد القطاع الطبي على فحص الحالات اللي ممكن تكون موجودة. ما في أجهزة ممكن تكشف عن فيروس الكورونا، أجهزة هي جداً بسيطة عادية ممكن قياس درجات الحرارة والاستدلال عن طريقة في وجود حالات مشكوك بأمرها، لكن كل عينات الفحص حالياً لازم أرسالها إلى دمشق وهنيك بيتم فحصها والخروج بنتيجة إيجابية أو سلبية، وهذا بعملياً بيصعب الوضع وبيعقد الوضع بشكل كبير بحيث أنه السلطات المحلية بتكون غير قادرة على فحص عدد كافي من السكان وبالتالي القيام بإجراءات الوقاية أو على الأقل الوصول إلى الناس اللي هن من المحتمل يكونوا مصابين وبالتالي عزلهم ومنع إصابة أشخاص آخرين. من النقاط اللي بتصعب أيضاً الوضع على السكان المحليين هو قطع مياه الشرب في محطة علوك التابعة لرأس العين اللي للأسف أصبحت ورقة ضغط سياسية بيتم استخدامها بشكل أساسي ضد المدنيين أو تبعاتها بيتحملوها المدنيين داخل المنطقة. حسب بيان اليونيسف وأيضاً البيان اللي صدر من المنظمات المحلية 49 منظمة وقعت بيان بهذا الخصوص، أيضاً Human Rights Watch أشارت إلى الموضوع، قطع المياه في محطة علوك بيضع حوالي 460 ألف نسمة في خطر قلة مياه الشرب وبالتالي أيضاً قلة المياه المتوفرة للنظافة الشخصية، و يعني بالتالي بحطهم بموقع انه ممكن ينصابوا بشكل اسرع بهذا الفيروس من الاشخاص اللي ممكن تتوفر عندهم المياه بشكل اكبر. معبر اليعروبية اللي تم اغلاقه مؤخرا، هذا الاغلاق بيعني انه منظمة الصحة العالمية غير قادرة حتى لو كان في نية بغض النظر عن وجودها وبغض النظر عن وجود خطط او لا، لكن إغلاق هذا المعبر بشكل رسمي يعني بينفي إمكانية إدخال مساعدات دولية رسمية إلى المنطقة وبالتالي مساعدتها في منع وصول المنطقة إلى الكارثة، وإذا أيضاً تفشت الأوبئة وتفشى الوباء بيتم مساعدتها على مواجهته بشكل أسرع. بالنسبة لل يعني المنظمات المدنية الموجودة هي اللي تشتغل حالياً واللي قادرة ممكن تتحرك بشكل سريع بالمنطقة، هي اللي عم تشتغل بالمجال الإغاثي اللي ممكن توزع مساعدات إغاثية على الناس وتساعد الناس سواء بالمخيمات أو خارج المخيمات على تحمل تبعات الحجر الشامل اللي حصل. كل المنظمات الأخرى اللي تشتغل على قضايا مدنية أخرى
نقلت عملها إلى الهوم أوفيس، وبالتالي أيضا إلى فقط أنشطة ممكن يتم تنفيذها عبر شبكة الإنترنت اللي هي كمان بتعاني من ضعف من بالمنطقة بشكل عام، إضافة إلى ضعف الكهرباء الموجودة أيضا بالمنطقة. المنطقة حسب المختصين بالقطاع الصحي وأيضا حسب السلطات المحلية يعني هي تتوجه إلى مجهول، لأن ما في بالسياق السوري الموجود خاصة أمام منطقة شمال شرق سوريا أي خطط مجابهة من المنظمات الدولية اللي ممكن تساعد هاي المنطقة أنه تتحمل انتشار هذا الوباء، والبنية التحتية الموجودة أيضا فيها ضعيفة جدا، المعابر الحدودية مغلقة، كل الحدود مع تركيا مغلقة، ما في أي مساعدة ممكن تفوت عن طريق هاي الحدود، المعبر الوحيد اللي كان موجود اليعربية تم إغلاقه أيضا بقرار أممي، والمعبر الوحيد الموجود اللي هو المعبر الغير رسمي سيمالكا ما بتفوت منه كل المساعدات الممكنة، لأنه الأمم المتحدة بتركز على استخدام المعابر الرسمية واللي هي غير موجودة أمام المنطقة. فلذلك المنطقة هي متروكة لمصير جدا مجهول، تفشي الوباء، دخول الوباء إلى المنطقة ممكن يسبب مآسي كثيرة. حاليا المعلومات المتوفرة بمنطقة دير الزور، بالمنطقة اللي ما زالت تحت سيطرة النظام، كان في حديث وبشكل خاص بتقرير صدر من منظمة العدالة من أجل الحياة عن بعض الحالات اللي دخلت إلى هاي المنطقة قادمة من العراق عبر معبر البوكمال، لكن منطقة دير الزور مثلا اللي هي تحت سلطة الإدارة الذاتية حتى الآن ما في معلومات عن وجود حالات أو عن تسرب من المنطقة اللي هي تحت سيطرة النظام. بالقامشلي كان في حديث قبل أيام عن وجود حالة، لكن تضارب المعلومات بيخلي المعلومات الحقيقية غير متوفرة، لأنه ما في مركز معين ممكن يعلن عن هاي الحالات وعن وجودها من عدم وجودها، إضافة إلى استحالة الكشف حتى عن الحالة إذا بتكون موجودة، استحالة الكشف عنها محلياً، لأنه مثل ما ذكرنا بالبداية كل العينات لازم يتم إرسالها إلى دمشق للتأكد منها. فلذلك المعلومات الموجودة هي عدم وجود حالات مؤكدة، لكن هذا صعب تصديقه بظل وجود حالات كثيرة حوالين هاي المنطقة، لذلك هي بظن مسألة وقت حتى نكتشف أنه في تفشي للوباء بمناطق مختلفة في شمال شرق سوريا. وشكرا لكم. شكرا كثير لك فرهاد، حطيتنا بالوضع شوي بشمال شرق.